السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم طلابنا الأعزاء، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي من قنوات الأستاذ العراقي. واليوم إن شاء الله نشرح لكم محاضرة أخرى ودرس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط. في الحقيقة إحنا لازم نعرف أكو شغلة مهمة، هذا المنهج الجديد، يعني حاليا كل اللي على اليوتيوب مع احترامنا لأصدقائنا وزملائنا الأساتذة، هو منهج قديم بس مغير الاسم، كاتب لك يا مثلا 2023، بس هو منهج قديم. لا، هذا المنهج جديد، آخر منهج نزل احنا دا نشرح بيه. فالآن راح نبدي درس 2، راح نبدي بشرح هذا الموضوع ونعرف شنو المقصود بيه. قال لك هنا study the words and meaning and answer the questions، ادرس هذه الكلمات والمعاني ثم اجب الاسئلة. What do noun and verb mean؟ N معناها noun يعني اسم، verb يعني فعل. How many meanings of printer are there؟ كم عدد المعاني الموجودة في كلمة برينتر؟ What do report and reporter mean؟ ما معنى كلمة report وكلمة reporter؟ طيب خلينا نقرأ هذا الصفحة. Article مكتوب عليها N يعني noun، a piece of writing قطعة من الكتابة، in a newspaper or magazine or magazine في صحيفة أو في مجلة، إذا هي قطعة كتابة، المقالة هي قطعة يعني مقال. صفحة احنا نقول عليها صفحة، من مجلة أو من صحيفة، هذا اللي نقول عليها نسميها احنا article بمعنى مقالة. طيب عندي كلمة cover، cover cover بمعنى N noun، the outside of a book or magazine هو الغطاء الخارجي للكتاب أو المجلة. إذا هسه عندي كلمة article، هذا تعريف لازم أحفظها. عندي cover، شلون التعريف بالإنجليزي؟ لازم أحفظها. outside of the book or magazine. edit، edit بمعنى يحرر أو يعدل. to check and correct، a piece of writing لكي ندقق أو نصحح قطعة كتابة. الأدت معناها تعديل، معناها أعدل. editor معدل، is someone who edits، edits الشخص الذي يعدل، الشخص اللي يعدل. print، to print words or picture on paper with machine. print معناها يطبع، يعني احنا نقول عليه يسحب، عندي ملزمة اريد اسحبها، عندي ملزمة اريد اطبعها، اريد اسحبها يعني اطبعها من هي صورة، من هي صورة بالموبايل او هي ملزمة اطبعها اسويها ورقة حقيقية، ها هي يسمونها print يعني يطبع. printer لها معنى وين؟ somebody who prints as a job، الشخص الذي وظيفته طباع، هو يطبع يعني وظيفته يطبع. طيب المعنى الثاني لها machine that prints يعني ال 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 الأداة بتاعت الطبع، الأداة اللي هي مال الطبع، printer يعني طابعة. print تجي بمعنى الشخص اللي يطبع او تجي بمعنى طابع، زين شلون تعرفها؟ من خلال المعنى، واضح من خلال المعنى. لما يقول لك it is old printer معناها طابعة قديمة، او من يقول لك the printer is printing now الطباع ده يطبع الان، فالمعنى واضح راح يكون من خلال سياق الجملة، من خلال الجملة نفسها. report تقرير، to describe an event، report يعني ينطي تقرير، يصف الحدث،
يعني شلون احنا نقول نصف الحدث نسميه ريبورت، وتجي بمعنى اسم بمعنى تقرير. ريبورت يعني تقرير. اذا ريبورت الاولى اللي هي الفيرب الفي كالفعل بمعنى يصف، وريبورتر تجي بمعنى ريبورت ايضا تجي بمعنى الاسم اللي هي تقرير. طبعا هنا ممكن تجيك بالامتحان اختصارات، يريد الاستاذ اختصار. يعني مثلا عندك هنا كلمة ناون يصلها شنية ان، ممكن يجيب لك هاي الان ويريد هاي كاملة ناون. الفي معناها فيرب، الاي جي اي الاي دي جي ادجكتيف صفة مثلا، يعني هاي الناون معناها اسم. يعني انت لازم تعرف بان الناون هي اسم، ولازم تكتبها 20 مرة 15 مرة تكرر بيها الى ان تحفظها. مثال عليها برينتر، هسه كلمة برينتر هاي شنو معناها؟ معناها طباع يعني اسم. الفيرب الادت اللي هي معناها يعدل. الهابي اللي هي الصفة معناها يعني سعيد، فهذني ايضا لازم نقراهن. عندك هنا what do noun and verb mean، هذا السؤال جاوبناه تونا، ما هو المقصود بالاسم والفيرب. How many meanings printer are there، معناها two، there are two meaning، هنالك معنى. هنا تريد تجاوب هذا السؤال الثاني، هذا وين جواب السؤال الثاني، هذا جواب السؤال الثاني. السؤال الثالث what do report and report mean، ما معنى report ومعنى ريبورتر. الجواب هذا وينه هنا معناه، هذا معناهم ريبورت وريبورتر. تشوفون هذا هو الريبورتر، هذا هو الريبورتر، تمام. ومثل ما ذكرنا ريبورت تجي بمعنى تقرير، وتجي بمعنى الشخص اللي يسوي التقرير، اللي يسوي التقرير نسميه ريبورت ريبورتر. طيب هسه جاوبوني على هاي الأسئلة. edit لو editor someone who edits، ما أعرف شنو جواب، جاوبني عليها. cover لو article a piece of writing in newspaper or magazine. سؤال الثالث print لو printer to put words or pictures on paper with machine. يلا جاوبوني على هاي الأسئلة بالتعليقات، وخلي أشوفكم منتبهين وياي لو لا.